للاحتفالات بالعيد الوطني في مناطق سيطرة الحوثيين وهجها الخاصة ودلالاتها الثورية الاستثنائية إنها تظاهرة شعبية حاشدة تنسف أباطيل كل الفعاليات الطائفية الحوثية وزيف الحاضنة الاجتماعية المدعاة مع أوهام استتباب مشاريع الخرافة على أرض الواقع وهي كسر لحواجز الخوف والترهيب الحوثي الذي حاولت الميليشيا من خلالها إثناء المواطنين عن الخروج للاحتفال بليلة إيقاد الشعلة السبتمبريه في مارد التحرير ورغم الاعتداءات الحوثيه على طرق ومداخل الساحات العامه للحيلوله دون احتشاد الجماهير قدمت محافظات سيطره الحوثيين مشهدا احتفائيا غامرا بالبشر والوهج الجمهوري اكثر مما مضى من اعياد وطنيه يعكس هذا الزخم الثوري إرادة شعبية حية ودائمة التوقد في مقابل انكماش الانتفاشة الحوثية التي باتت تعيش عزلة اجتماعية حقيقية ومقاطعة شعبية عامة ومتصاعده. فتسع سنوات من محاولات الحوثيين تغريب المجتمع اليمني عن هويته السبتمبريه عبر تجريف معالمها الجمهورية وإزاحة رموزها عن المنهج, المنهج المدرسي والاعيان الرمزيه العامه تبخرت جهودها في العدم والخسران الوبيل لذا تمثل كل ذكرى وطنيه للسادس والعشرين من سبتمبر يوما قاسيا على الحوثيين يضعهم في زاويه حجمهم الحقيقي الذي لا يزيد عن رطل غبار